بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة ضرب الكسور الاعتيادية. عند ضرب كسرين بنضرب البسط في البسط وبنضرب المقام في المقام ونكون كسر جديد. في مثال واحد، نص في ثلاث ارباع. الواحد بتاع النص اسمه بسط، والاثنين اسمها مقام. ثلاث ارباع الثلاثة بسط، الاربعة مقام. عشان احل بضرب البسط في البسط، يعني هضرب واحد في ثلاثة بثلاثة، واثنين في اربعة بثمانية. يبقى الاجابة ثلاث اتمان. المثال الثاني، خمسين في تلت. البسط اثنين، البسط واحد، يبقى اثنين في واحد باثنين، وثلاثة في خمسة بخمستاشر. البسط في البسط والمقام في المقام. ثلاث أسباع في نص. البسط ثلاثة، البسط واحد، هنضرب ثلاثة في واحد بثلاثة. المقام سبعة، المقام اثنين، نضرب اثنين في سبعة باربعتاشر. يبقى واحد في ثلاثة بثلاثة، اثنين في سبعة باربعتاشر. المثال الثاني، نص الثلاث أخماس. قال لي ديت معناها في، يبقى هي هي، هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. واحد في ثلاثة بثلاثة، واثنين في خمسة بعشرة. يبقى الإجابة ثلاثة على عشرة. المثال اللي بعده، أربع أخماس الربع. الكسر الأول أربع أخماس، البسط أربعة والمقام خمسة. الكسر الثاني ربع، البسط واحد، المقام أربعة. نلاحظ حاجة مهمة أوي هنا، البسط بتاع العدد الأول والمقام بتاع العدد الثاني. هنا أربعة وهنا أربعة، يبقى لازم نبسط ونختصر لأبسط صورة. نقسم أربعة على أربعة فيها الواحد، أربعة على أربعة فيها الواحد، يبقى الأربعات دي إحنا اتخلصنا منها. يبقى البسط عندي الجديد واحد، نضرب واحد في واحد بواحد، وخمسة في واحد بخمسة. يبقى الإجابة واحد على خمسة. تلتين النص. تلتين النص، التلتين البسط اتنين، والنص المقام اتنين. الاتنين والاتنين يتبسطوا مع بعض، يبقى اتنين على الاتنين فيها الواحد، اتنين على الاتنين فيها الواحد. نضرب بقى البسط في البسط، البسط الجديد اللي هو الواحد، واحد في واحد بواحد، وواحد في تلاتة بتلاتة. تلات ارباع التلتين. التلات ارباع بتنزل زي ما هي، قال معناها في، تلتين. لو لاحظنا التلاتة والتلاتة يقبلهم الاختصار مع بعض على التلاتة. لو لاحظنا تاني، الأربعة والاتنين أعداد زوجية، يقبلوا مع بعض على الاتنين. يبقى بنقسم أربعة على الاتنين فيها الاتنين، واتنين على الاتنين فيها الواحد، وتلاتة على التلاتة فيها الواحد، وتلاتة على التلاتة فيها الواحد. يبقى البسط الجديد واحد في واحد بواحد، وواحد في اتنين باتنين. يبقى الإجابة نص. مثال تلاتة ضرب عدد كسري في كسر. عدد كسري يعني عدد صحيح وكسر في كسر خمس أسباع. هنعمل إيه؟ ما ينفعش أضرب عدد كسري، لازم أحوله إلى صورة كسرية. يعني أضرب المقام اللي هو الاتنين في تلاتة زائد واحد. اتنين في تلاتة بستة زائد واحد سبعة، يبقى سبعة على الاتنين في خمس أسباع. طب في حاجة تتبسط؟ السبعة تتبسط مع السبعة. سبعة على السبعة فيها الواحد، سبعة على السبعة فيها الواحد، يبقى واحد في خمسة بخمسة، وواحد في اتنين باتنين. المثال اللي بعده، اتناشر ونص في أربع أخماس. برضو بنحول العدد الكسري إلى صورة كسرية، يعني هضرب اتنين في اتناشر زائد واحد. اتنين في اتناشر باربعة وعشرين زائد واحد خمسة وعشرين على الاتنين في أربع أخماس. الأربع أخماس بتنزل زي ما هي. طب في تبسيط؟ في تبسيط. الخمسة وعشرين والخمسة يتبسطوا مع بعض، والاتنين والأربعة يتبسطوا مع بعض على الاتنين. اتنين على الاتنين فيها الواحد، أربعة على الاتنين فيها الاتنين، والخمسة وعشرين على الخمسة فيها الخمسة، وخمسة على الخمسة فيها الواحد. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام.
اتنين في خمسة بعشرة، واحد في واحد بواحد. الواحد تحت ملوش قيمة خالص، فبنتخلص منه، يبقى عشرة على الواحد بيساوي عشرة صحيح. مثال اللي بعده، اتنين وربع في تمانية على تسعة. اتنين وربع ده اسمها عدد كسري، بحولها لصورة كسرية، اضرب اتنين في اربعة زائد واحد. اتنين في اربعة بتمانية زائد واحد تسعة، يبقى تسعة على اربعة في تمانية على التسعة. في تبسيط؟ اه في تبسيط، التسعة والتسعة يتبسطوا مع بعض. طب في تبسيط تاني؟ اه في تبسيط تاني، الاربعة والتمانية يتبسطوا مع بعض على اربعة، يبقى تسعة على التسعة فيها الواحد، تسعة على التسعة فيها الواحد. التمانية والاربعة يقبلوا القسمة على الاربعة، اربعة على الاربعة فيها الواحد، تمانية على الاربعة فيها الاتنين. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، واحد في اتنين باتنين، واحد في واحد بواحد. قلنا الواحد تحت ملوش قيمة، يبقى الاجابة بتساوي اتنين صحيح. المثال اللي بعده، اتنين وسبع في خمس. اتنين وسبع اسمها عدد كسري، بنحوله الى صورة كسرية. هضرب اتنين في سبعة زائد واحد، اتنين في سبعة باربعتاشر زائد واحد خمستاشر على السبعة في خمس. في تبسيط؟ اه في تبسيط، الخمسة والخمستاشر يتبسطوا مع بعض، خمسة على الخمسة فيها الواحد، خمستاشر على الخمسة فيها التلاتة. زي ما اقسم تحت هقسم فوق، وبنقسم دايما على الصغير، خمسة على الخمسة فيها الواحد، خمستاشر على الخمسة فيها التلاتة. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، واحد في تلاتة بتلاتة، واحد في سبعة بسبعة. مثال أربعة، ضرب عدد كسري في عدد كسري. ستة وسبعين ده اسمه عدد كسري، في أربعة وخمسة على الحداشر عدد كسري. بنحول العدد الكسري إلى صورة كسرية، أضرب وأجمع، أضرب ستة في سبعة وأجمع زائد اتنين. ستة في سبعة باتنين وأربعين زائد اتنين، أربعة وأربعين على السبعة. العدد الكسري الثاني برضو نحوله إلى صورة كسرية، هضرب وأجمع، أضرب أربعة في حداشر زائد الخمسة. أربعة في حداشر بأربعة وأربعين زائد خمسة، يبقى تسعة وأربعين على الحداشر. المقام ما بيتغيرش. طب في تبسيط؟ آه في تبسيط، الحداشر والأربعة وأربعين يتبسطوا على الحداشر، حداشر على الحداشر فيها الواحد، وأربعة وأربعين على الحداشر فيها الأربعة. والسبعة والتسعة وأربعين يتبسطوا مع بعض على السبعة، سبعة على السبعة فيها الواحد، تسعة وأربعين على السبعة فيها السبعة. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، أربعة في سبعة بتمانية وعشرين، واحد في واحد بواحد، يبقى تمانية وعشرين على الواحد بتساوي تمانية وعشرين. المثال اللي بعده، اتنين وربع في اتنين وتلتين. اتنين وربع نحولها إلى صورة كسرية، هنضرب اتنين في أربعة زائد واحد، اتنين في أربعة بتمانية زائد واحد تسعة، يبقى تسعة على الأربعة في اتنين وتلتين، نحولها إلى صورة كسرية، أضرب اتنين في تلاتة زائد اتنين، اتنين في تلاتة بستة زائد اتنين تمانية. في تبسيط؟ أيوة في تبسيط، التسعة والتلاتة يتبسطوا مع بعض على التلاتة، تلاتة على التلاتة فيها الواحد، تسعة على التلاتة فيها التلاتة. الأربعة والتمانية يتبسطوا مع بعض على الأربعة، أربعة على الأربعة فيها الواحد، تمانية على الأربعة فيها الاتنين. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، واحد في واحد بواحد، يبقى تحت واحد ملوش لازمة خالص، اتنين في تلاتة فوق بستة، ستة على الواحد بتساوي ستة صحيح. المثال اللي بعده، اتنين ونص في واحد وخمس. نحول، اتنين في اتنين باربعة زائد واحد خمسة، يبقى خمسة على الاتنين. واحد في خمسة بخمسة زائد واحد ستة، يبقى ستة على الخمسة. في تبسيط؟ أيوة في تبسيط، الخمسة والخمسة يتبسطوا، خمسة على الخمسة فيها الواحد، والاتنين والستة يتبسطوا مع بعض، أعداد زوجية على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها التلاتة. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، واحد في تلاتة بتلاتة، واحد في واحد بواحد، يعني تلاتة على واحد يبقى بتساوي تلاتة صحيح. المثال اللي بعده، أربعة وتمن في اتنين وتلتين. نحول العدد الكسري لصورة كسرية، أربعة في تمانية باتنين وتلاتين زائد واحد، تلاتة وتلاتين على التمانية في اتنين في تلاتة بستة، ستة زائد اتنين تمانية على التلاتة. في تبسيط؟ أيوة في تبسيط، التمانية والتمانية يتبسطوا مع بعض، تمانية على التمانية فيها الواحد، تمانية على التمانية فيها الواحد. التلاتة وتلاتين والتلاتة يتبسطوا مع بعض على التلاتة، تلاتة على التلاتة فيها الواحد،
33 على 3 فيها ال 11، 1 في 11 ب 11 والواحد تحته ماليش قيمة، يبقى الناتج 11 صحيح. اوجد الناتج. ربع في نص، هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 1 في 1 ب 1 و 2 في 4 ب 8. المثال الثاني 50 في ثلث، مفيش تبسيط، يبقى هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 1 في 2 ب 2 و 3 في 5 ب 15. ثلث ال 50 مفيش تبسيط، يبقى بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 1 في 2 ب 2 و 3 في 5 ب 15. ثمن ال نص مفيش تبسيط، يبقى نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 1 في 1 ب 1، 2 في 8 ب 16. ثلثين ال ربع في تبسيط، الاثنين والاربعة يتبسطوا مع بعض، ممكن نضرب ونبسط في الاخر. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 1 في 2 ب 2 و 3 في 4 ب 12. المثال اللي بعده، اوجد الناتج، عدد كسري في عدد كسري، 1 وثلثين في 1 وخمس. لازم الاول نحول العدد الكسري الى صورة كسرية، نضرب ونجمع، 1 في 3 ب 3، 3 زائد 2 5، يبقى 5 على 3، في 1 في 5 ب 5 زائد 1 6، يبقى 6 على 5، في تبسيط، في تبسيط، الخمسة والخمسة يتبسطوا مع بعض، والتلاتة والستة يتبسطوا مع بعض، تلاتة على التلاتة فيها الواحد، ستة على التلاتة فيها الاتنين، والخمسة والخمسة يتبسطوا مع بعض فيها الواحد، يبقى واحد في اتنين باتنين، وواحد في واحد بواحد، يبقى اتنين على واحد بيساوي اتنين صحيح. المثال اللي بعده، 51 في 1 و1 على 14، عدد كسري بنحوله لصورة كسرية، نضرب 1 في 5 ب 5، 5 زائد 2 7 على 5، في 1 في 14 ب 14 زائد 1 15، يبقى 15 على 14، ونبدأ نبسط. التبسيط، السبعة والاربعتاشر يقبلوا مع بعض، سبعة على السبعة فيها الواحد، اربعتاشر على السبعة فيها الاتنين، والخمسة والخمستاشر يتبسطوا مع بعض على الخمسة، 15 على 5 فيها 3 و 5 على 5 فيها الواحد، يبقى 1 في 3 ب 3 و 1 في 2 ب 2، يبقى الإجابة 3 على 2. المثال اللي بعده، 3 أرباع في 8 وثلثين، الثلاث أرباع كسر بينزل زي ما هو، في 8 وثلثين عدد كسر بنحوله لصورة كسرية، نضرب ونجمع، 3 في 8 ب 24، 24 زائد 2 26، يبقى 26 على 3، في تبسيط، في تبسيط، التلاتة والتلاتة يتبسطوا مع بعض، 3 على 3 فيها الواحد، 3 على 3 فيها الواحد، والأربعة والستة وعشرين أعداد زوجية يقبلوا القسمة على 2، 4 على 2 فيها 2، 26 على 2 فيها 13، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 1 في 13 ب 13 و 1 في 2 ب 2. المثال اللي بعده، 3 وثلث في 1 وخمس، بنحول العدد الكسري إلى صورة كسرية، 3 في 3 ب 9 زائد 1 10، يبقى 10 على 3، في 1 في 5 ب 5، 5 زائد 1 6، يبقى 6 على 5، في تبسيط، أيوة في تبسيط، 5 على 5 فيها الواحد، 10 على 5 فيها الاتنين، والتلاتة والستة يتبسطوا مع بعض على 3، 3 على 3 فيها الواحد، 6 على 3 فيها الاثنين، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، 2 في 2 ب 4، 1 في 1 ب 1، يبقى 4 على 1 يعني بتساوي 4 صحيح. المثال رقم 5، ثلثين في 1 ونص، الثلثين كسر عادي بينزل زي ما هو، في 1 ونص، بنحول العدد الكسري إلى صورة كسرية، 1 في 2 ب 2 زائد 1 3، يبقى 3 على 2، 2 على 2 فيها الواحد، 2 على 2 فيها الواحد، 3 على 3 فيها الواحد، 3 على 3 فيها الواحد، يبقى 1 في 1 ب 1. إن شاء الله الدرس القادم ضرب الكسور العشرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.